بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس مجلس نواب الشعب، السادة والسيدات النواب المحترمين، ضيوف الكرام، شعبنا الأبي، حب في البداية أشكركم على الدعوة، وإحنا كيما عطيتونا الثقة 14 التالي وعدناكم باش نرجعوا بعد مدة 100 يوم ولا أكثر شوية، طبعا 4 شهور، باش نعطيكم حصيلة العمل بتاعنا ونعطيكم زادة خطة العمل للمرحلة القادمة. وانطلقت الحكومة في العمل منذ النهار هذاك، وشاءت الأقدار أني تخوض معركة ما كانتش متحضرت لها، ما زالت تتعرف على بعضها، ما زالت تتعرف على الإدارة، ما زالت تتعرف على الوزارة، فما شكون ما يعرفش جاي من القطاع الخاص. خاضت معركة من أكبر المعارك اللي خاضتها البلاد، خاضتها كما خاضوها كل بلدان العالم. خاضت معركة وهي عمرها أقل من جمعة، ما عندهاش خطة أما عندها إرادة، عندها إرادة صادقة وعندها عزيمة، ونسيت انتماءاتها أحزاب المكونة الحكومة، ونسيت اللي قدامها واللي وراها، وخدمت ليلا نهارا وقادت المعركة هذه. الحكومة اللي قدامكم قادت المعركة هذه وانتصرت عليها. وأنا بالمناسبة لأنه ما جاتش الفرصة، حبيت الفرصة هذه قدام مجلس نواب الشعب وعبركم أنتوما الشعب، نهني الحكومة هذه باللي قامت به، والتاريخ سيذكر لها ذلك. تحدينا بروح قيم، ثقة، مسؤولية، إبداع، خدمة، وهذايا اللي قادنا للنجاح. أما مش هذا برك، قادنا للنجاح لأنه كل مؤسسات الدولة تعاونت معنا وضحات معنا ووقفت. إدارة مجلسكم الموقر اللي تابع واللي فوض لنا جزء من صلاحياته واللي يفسر في الجهات، وأنا نعرف العمل اللي قمت به، ومانيش باش نعدد كل الصفوف اللي خدمت في تناغم، في تناغم تقول حاجة مخططة وقت اللي هو حتى شيء ما هو مخطط. الكل التخطيط في الأكسيون جاء، عملنا آليات استنبطناها، هيئة وطنية وقاعت عمليات ولجان جهوية ولجان واحدة لاهية بالحجر وبالإجلاء، واحدة لاهية بالفروشات بتاع السبيطارات، كلها ما كانتش موجودة، تولدت وتخلقت من أجل مقاومة هالوباء ومن أجل تحقيق هالنجاح اللي حققناه، واللي اليوم تونس وهذيك المعزة والفخر بتاعنا وقت اللي نشوفوا كارثة العالم كما كنشوفوها في الديمقراطية تبدأ فما هكا بدايسة خضراء في الجهة اللي احنا فيها، كيما اليوم نشوفوها البلاد اللي تغلبت من أكثر بلدان، العشرة بلدان الأوائل اللي تغلبت على الجائحة الكورونا بأخف الأضرار، 4 وفيات الله يرحمهم على مليون، وهذا العدد اللي باش يذكروا التاريخ، هذا العدد اللي باش يقارنوا به في العالم. قلت كل الدولة وكل الشعب التونسي وخاصة الشعب التونسي التزم وتعب، طلبنا منه باش يقعد في داره وقعد في داره وقلق، اما احترم حكومته، خاف على روحه، خاف على بلاده، جزء كبير منه تحمس وهبط اللي باش يعاون واللي باش يخلق تطبيقات واللي باش يوزع اعانات، كلهم ما غير ما طلب منهم حتى حد، والجزء الكبير هو اللي التزم، ماهيش حاجه سهله. التزم لأنه فما جزء كبير كان يخرج كل يوم يلوش قوت ولاده، أما احنا ما نسيناهش، وخلينا لرواحنا 5 أهداف في هالعملية هذه، ما كناش نعرف كيفاش باش نعملوهم، أما خليناهم لرواحنا. الهدف الأولاني
الثاني اللي رسمناه رويحنا انه ننجحوا صحيا، انه الصحة تاع التونسي قبل كل شيء، قبل كل شيء، لا حسابات ولا فلوس ولا اقتصاد ولا تنمية ولا نسبة نمو ولا غيره. الصحة تاع التونسي، لأنه احنا بالكش نسينا، كنا خايفين على رويحنا من الموت وقت. الناس خافت لتموت، وترى في العباد تطيح، وترى في إيطاليا ماشي بعيد علينا العباد قاعدة تطيح، واحنا خايفين، خايفين على الصحة متاع التونسة، وخايفين زادة على البنية التحتية الصحية متاعنا اللي اكتشفنا قوتها من جهة واحتراقها من جهة أخرى. خوفنا لتولي ديباسي، للعدد بتاع العباد اللي حاجتها بأكسجين وحاجتها بريانيماسيون يفوت العدد اللي عندنا. هذاك كان الهدف الأولاني متاعنا. الهدف الثاني اللي رسمناه وقلناه وعملناه تنجيب للتقييم، أنه ما يجوع حتى حد، وأنه اللي قلناه اللي وقعت في دارك ما يجوعش وما يتهنى على أولاده، ونتوا نجيبوا له الإعانات المادية والعينية لحد داره. وهذايا كان شغلنا شاغل، فما جزء ما كناش نعرفوه، حطينا عدد هدف وقلنا تو نعرفوه، تو نستنبطوا كيفاش نعرفوا التوانسة الكل، وعندنا امتداد للدولة والحمد لله، عمد ومعتمدين ورؤساء بلديات، وقالوا لنا شكون يستحق وشكون ما يستحقش، ومشينا لهم الكل وعطيناهم سواء عينات إعانات مادية ولا عينية. الحاجة الثالثة، التونسي اللي قلنا له اقعد في دار، قلنا له ما تخافش على شهريتك وما تخافش على خدمتك، باش تلاقوا بها، باش نعطيه للمؤسسات الفلوس في إطار البطالة الفنية، باش شهريتك تقعد تتصب، ما تخافش، حتى موت الشغل إن شاء الله ما يضيع. هذه هي الحاجة الثالثة. والحاجة الرابعة، قلنا التوانسة اللي عارقين في الخارج، اللي كانوا مسافرين وتفاجئوا بهذوما باش نروحوا بكم، ما نعرفوش، ما كناش نعرفوا كيفاش، اما قلنا باش نروحوا بكم، وروحنا اكثر من 25,000 تونسي من كامل بقاع العالم، وكيرينا انه من واجبنا، لانه فما خطر كان نسيبوهم دون لا ناتور ينجموا يعديوا، نسكنوهم احنا، وتحلت الوتله وتحلت المبيتات، وسكننا أكثر من 16,000 تونسي على حساب الدولة لمدة 14 يوم. وذاك كان الخيار، مش بلش الدول عملوه، تونس عملته وتغلبت على الجائحة هذه أنتروتر بالخيار هذاك. هذا الحكومة وكل الشعب التونسي يسمو يفخر به. هذا اللي واجهناه كما قلت بالروح هذه، بالروح النضالية، بهالأهداف. حطينا أربع أهداف وقلنا تونا نلقاو كيفاش نعملوه، وبدينا نخدم. قاعت عمليات كل يوم تعملونا زوز تقارير في مع الجهات الكل، جلسات نهار بعد نهار أشرف عليها شخصيا، هيئة علمية وعلم دكاترة 17 قامات نجتمع بيهم كل نهار اثنين باش يعطيونا الوضع وين نمشي ونسكر ونزيد ونحلو. هذوما الكلهم اللي خدموا باش اليوم وصلنا للوضع اللي هذايا اللي احنا فيه مرتاحين، نعاودوا نجتمعوا في المجلس، رغم اللي مازلنا يزمنا ديما نحافظوا على اللي عملناه، نحافظوا على الوقاية اللي نطلبوها، التباعد، لبسين اليدين، لبسين الكمامات وغيره. ما زالنا آخر تحدي بعد ما عدينا شهر ونص حاج شامل، وعدينا شهر ونص معناتها حجر سامر حتى لنهار 4 ماي، وشهر ونص حجر موجه بلاد نحلوا فيها على 3 مراحل، وفات نهار 14 جوان. آخر تحدي عنا هو حلين الحدود، وقبل بلدان العالم الكل خذينا موعد منذ أكثر من جمعتين، لأنه عندنا ثقة في رواحنا وما نستناوش، كيما ما استنيناش وعملنا الاستباق في الأول، كيما ما استنيناش وحلينا على تدرج، والحمد لله الأمور ما زالت تحت السيطرة. أعلننا أنه سنفتح حدودنا بالتدرج نهار 27 جوان قبل برشا بلدان، وبعد 27 جوان يعني بعد نهارين، وإن شاء الله نحلوا الحدود، وهذا نواكبه ونطوروا وكل واخذينا بروتوكول، والبارح بدلناها شوية. هذايا الكل اللي صار في هالمدة الأخيرة. أنا نعتز برشا باللي تحقق، اللي حقوه الشعب التونسي، نعتز برشا، ما كنتش نشك الحكاية، لأنه الشعب التونسي كي تحك الكب المعارك الكبيرة ما تخوفوش ويخرج منها.
يخرج منها بسلامات يخرج منها بذكاء. وهذايا اعتزاز وفخر ونحب نشكر كل من ساهم في هالنجاح هذايا هالانتصار هذايا وعلى رأسهم الشعب التونسي اللي انا نعتز به وانا نعتز زادا بانتمائي وترأسي الحكومة من القماش هذايا حكومة حطت روحها شعار اسمه حكومة الوضوح وإعادة الثقة. وفي هذا المجال فما عملية فيها شوية قلة وضوح هاني باش نوضح وخلنا نبداو بها لأنه الحقيقة شادت روحي قريب باش نقول هرمنا من أجل هذه اللحظة خلي نصلحوا كل ما تقال كل ما تقال من مغالطات وافتراءات وشتم وثلب هنا مش الوقت. أول حاجة نحب نقول أنه الوزير أو النائب أو المسؤول في الدولة من حقه يكون خارج المسؤولية أنه يستثمر وأنه يكون عنده ممتلكات وأنه ينمي ثروته بالحلال بل هذا مطلوب هذا اللي حاشتنا به باش نحلوا مشاكل بلادنا حاشتنا بعباد تغامر وعباد ما تلوش على بقعة مسمار في حيد تستثمر فلوسها ما تشريش دار كيف يانا ما تشريش دار تستثمرهم فلوسها اللي لمتهم بعرقش بينها وتحطوا في مشاريع تحطوا شوية 10% 20% تاخذ مساهمات تكسر راسها باش تلمي وتحاول باش تلمي المشاريع اللي تعملها وهي خارج العملية وخارج المسؤولية وهذا اللي قمت به بعد ما خرجت من المسؤولية سنة 2014 كانت عندي برشا عروض متاع عمل أنا قبل ما تجي الثورة كنت على رأس أكبر شركة صناعية مصدرة في تونس نترأسها أول شركة شريت الكونكورون بتاعها في إسبانيا أول شركة تونسية تشري كونكورون في إسبانيا عملت الشركة هذه اللي كنت ترأسها وقت اللي أنا على رأسها في 2009 كي خرجت من المسؤولية ما مشيتش باش نرجع نترأس الشركة وما مشيتش من العروض اللي جات من الداخل والخارج أمنت بالاستثمار وبالمبادرة واستثمرت مع أصدقاء في ثلاثة مشاريع وجبت وقنعت مستثمر أجنبي باش يجي يستثمر معايا مش سهل في 2015 في العام اللي صار فيه ضربات إرهابية في تونس لا جهة لا استثمار ولا سواح مشيت وقنعت مستثمر أجنبي باش يجي ويستثمر معانا في مجال مهم لتونس ولا وهو تثمين النفايات وتثمين النفايات خويا ما تجب تتعامل كان مع الدولة فماش خواص تتعامل معهم فما مجالات ما تجبش تتعامل من خارج الدولة طرقات ما فماش خواص المجال اللي أنا نمن به اللي هو البيئة واللي هو القرن 21 هو قرن الطاقات المتجددة والبيئة والتكنولوجيا وهذا من المجالات اللي اخترت باش تستثمر فيهم الفلوس واللي بيه الفايدة هو مدى التزام المؤسسات هذية باحترام القانون تخدم عباد تخلص عليهم CNSS تخلص عليهم لامبوم تاعهم تحترم تخلق تبدع هذا اللي قمنا به وكل الهيئات وتبارك الله كل اللجان تنجم تتفضل وتشوف المؤسسات اللي أنا ساهم فيهم مدى احترامها للقانون هذايا وهذاك اللي عملته كي توليت المسؤولية وما كانتش مبرمجة الحكاية انتم تعرفوا أنا والحاجة ما ننتمي الحزب وعمري ما خرجت منه كان لأنه الكرسي ما واش هذاك اللي يعني لي وجاتني زادة مقترحات باش نبدل من الحزب ما مشيتش حتى حزب قعدت في الحزب اللي انتميت له من 2011 ونعرف يمكن حتى الثنية هذيك ما توصلش انا الكرسي عندي ماهوش الهدف الكرسي عندي هو الحلمة اللي نحلم بها لتونس يلزم كان جات الفرصة ناخذ من اجل تحقيق الحلمة هذه جات الفرصة ما كانتش مبرمجة خضت حملة انتخابات رئاسية وقت اللي الناس قالوا لي دي شكون وراك شكون حزب شكون مشي مولي قلت لهم مش الهدف هذا الهدف اللي انا عندي مشروع نحب نقدمه للتوانسة وهذيك فرصة يلزمني نقدم فيها المشروع وعملت حملة نحكي فيها على المشروع سمعوه برشا عباد ما صوتوش برشا عباد مش الاشكال شاءت الاقدار انه يتم اختياري
بعد ترشيحي من زوز احزاب ويختارني رئيس. عمري ما كنت متصور انه انا في جانفي كنت خالي الذهن من الحكايه دي. نخدم على روحي ننمي في هالمؤسسات وتو نحكيو التجربه هذه اللي هي كانت لي فرصه باش تعرفت على المشاكل نتاع لي بي ام او والمشاكل نتاع المستثمرين، لانه مش سهل تبني استثمار في تونس بالتعقيدات وبالتمويل اللي ما تلقاش وبالصعوبات كان ما فماش شكون وراك. ما هو السهل هذا عشت وانا شخصيا، هذا اللي خليني اليوم نعرف شما داش تعاني المؤسسة. قلت جات المسؤولية هذية ما مشيت لهاش، هي جاتني أمانة متحملها. اسألت أهل الذكر ماذا يطلبه مني القانون في الحكاية هذه. سألت إكسبير كونتابل، سألت المحامي، ما هو مش شوية مش مذكر أسميهم. قالوا القانون يطلب أول حاجة أنك تصرح بمكاسبك الكل، هذا شو يطلب القانون؟ ونحن دولة قانون ومؤسسات، القانون يطلب التصريح بالمكاسب، كل المكاسب متاعي حتى لين مرة من المرات، لأنه أنا مصالح من 2012، صرحت أربع مرات، يعني 2012 كي دخلت و2014 كي خرجت وكي ترشحت للرئاسية وآخر مرة. قالوا لي بالتدقيق الممل حاضر، قلت لهم إيه بالتدقيق الممل، بالكونت بالشركة كله موجود، مش موجود في العلن. أنا نسمع في كلام شبيت ما قلتش، شكون باش يقول؟ نقولوا للمؤسسة اللي معنية واللي عطيت التصريح هذايا بكل التفاصيل. هذايا القانون شو يقول؟ وهذايا اللي احترمته أنا، أنا نكتشفه في حد شيء، أنا نشوف في بطولات اكتشفنا، شو اكتشفت؟ كله موجود عند المؤسسة عند الهيئة، شنو الاكتشاف الرهيب هذا اللي نسمعه فيه؟ ثاني حاجة ومش وحدي أنا عملت، أنا وكل الطاقم الحكومي هذايا مشينا نهار اللي أدينا اليمين كلنا مع بعضنا للهيئة، ما ضيعنا حتى نهار، عندنا أجال شهر، مشينا نهار اللي خذينا نهار 27 فيفري الكل عملوا التصريح نتاعهم في هيئة الحقيقة والكرامة، كل السادة الوزراء، هيئة مكافحة الفساد، لابسوس ريفيلاتور. دونك مشينا للهيئة مكافحة الفساد وصرحنا بالممتلكات. ثم القانون شو يقول؟ شو يقول القانون؟ يقول أنك كانك مسؤول حسب الفصل 18، كانك مسؤول على المساهمات سواء إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارة أو في مجلس إدارة شركات، تتخلى عن المسؤولية. وهذا اللي قمت به، وعندي شهري باش نعمل، ورغم اللي عم علقنا الأجال، أنا مازال عندي حتى نهاية أوت ولا نهاية جويلية بمبدأ تعليق الأجال اللي صار بالمرسوم، لأنه كنا عايشين في وضع استثنائي. ومع هذايا نهار 15 أبريل وإحنا في طنبك العركة وأنا ماشي في الليل للإكسبير كونتابل باش عملنا التخلي، وهذايا كله موثق وبعثته الهيئة مكافحة الفساد. سي شوقي الطبيب كي بعث لي رئيس الهيئة، هذايا اللي طلب مني، طلبش مني حاجة، طلب مني والرسالة موجودة أنه يلزم احترام فصل 17 و18 في الأجال. الأجال يعني كان بالقديم هي آخر أبريل، وكان بتعليق الأجال هي شهر جويل. وأنا جاوبته، قلت له هو يعرف ممتلك المساهمات، وقال ليش عملت هذه الرسالة في معناتها للتوقي من تضارب المصارح، كان تحجير الجمع بين الخطة الموجودة للتصريح والمصارف الأخرى حبل معناتها بالفصل 17 والامتناع على التصرف المباشر في المساهمات بالفصل 18. هذا اش طلب مني؟ قلت له عملته وبعث له ما يؤيد ذلك وعملته. هذا اللي صار. شو اللي قعد وحشتي؟ قعد الفصل 20. الفصل 20 فيه لبس، فيه برشة مقالات، ولعله الهيئة ما ذكرتوش الفصل 20. فيه شكون يقول
يحكي على الأشخاص الطبيعيين لأنه ذكرهم بالاسم. قال هكايا في الفصل 20، قال يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2، يقول 1 و2 يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأشخاص المؤشر عليهم باش أثناء ممارستهم ما يعملوش تجارة مع الدولة. أنا نتصور وذا في برشا قراءات، ينجم يكون زاد الأشخاص المعنويين، ينجم يكون كان ينجم يقول كما قال في الفصل 18 الذين يمتلكون كليا أو جزئيا، ما قالهاش، مش معناتها ما يعرفش، ما قالهاش، مش الجملة هذه ما ضاعتش عليه، كما قال في الفصل 18 كان ينجم نفس الجملة يقول اللي في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكونها جزئيا أو يقولها، ما قالهاش، مع هذايا قابل للتأويل، هي هو قابل للتأويل وفيه 3 قراءات بشهادة الجميع. شو نعمل؟ نعملوا أنه نعدلوا القانون، وأنا كنت نستنى أنه تصير مبادرة تشريعية في الجانب هذا، ما ريتش به. أحنا على كل حال أنا مش أتقدم بمبادرة تشريعية، نهار الخميس الجاي باش نعرض على المجلس مبادرة تشريعية لتوضيح الفصل هذا باش ما يقعدش لبس فيه، لأنه اليوم فيه لبس، واللبس هذايا خلنا نحكي لكم حكاية، اللبس هذايا نهار الخميس الجاي شاي. نهار الخميس الجاي دوك كان انتم تفضلتوا قدمتوا مبادرة تشريعية تمنعوا فيها، فماشي وفات الحكاية، وكان احنا مش نقدموا مبادرة تشريعية. كي صارت قضية الكمامات اللي تتفكروها طرقنا للموضوع هذا وعملنا جلسة خاصة في بيروي مش تعرف مع السيد وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوق ومع مدير المصالح التشريع في رئاسة الحكومة، قلنا كيفاش باش تعاملوا مع القضية هذه، وحلنا في الفصل 20 ومعنا سي شوقي الطبيب وبالتفاهم قلنا نمشيو إلى منشور يوضح الحكاية هذه، وحطينا السقف وقتها في فكرنا بالتنظير مع الصفقات العمومية أنه ما يلزموش يملك أكثر من 30%. مصالح التشريع متاع رئاسة الحكومة قالت هذا ما يصيرش بمنشور، هذايا ما هو هذايا توسيع للنص القانوني، ما عندناش الحق نعملوه بمنشور. مصالح التشريع في رئاسة الحكومة قالوا لنا راهو خطأ، ما عندكمش الحق تحدوا انتوما تأولوا 30 و70 و80، هذايا راهو يلزموا بمبادرة تشريعية. وقفنا غادي المنشور حاضر سي محمد، قلت باش صح وقتها باش على الأقل نوضحوا، وعملنا اجتهاد احنا الكل مع بعضنا بما فيها السيد رئيس الهيئة، ومشينا في هذا، وفي الاخر قالوا لنا لا ممنوع، ما عندكمش التشريع هذا، ما هواش منشور يفسر نص قانوني، هذا يوسع في نص قانوني، وهذا مش من حق السلطه التنفيذيه، واحترمنا وذاك علاش المنشور ما خرجناهش، نستناو انه تصير مبادره. هذا اللي صار في بالنسبه للفصل 20. اما انا باش نقص الحكايه هذه الكل، ولانه انا جاي باش نخدم البلاد هذه ما عندي حتى حسبه، قررت باش ندخل طوعية على المساهمات بتاعي في الشركة هذه قبل ما يجي القانون، وكل ما هو باش يقرروا القانون. شاي هدوء الرجال، هدوء الحاجة، الرجاء عدم المقاطعة، الحاجة دوك هذايا أنا قررت طوعية، قررت الحاجتين، أول حاجة باش نقصوا من التشويه والتشكيك والاحتقان، البلاد هذه ما عادش فيها حتى شيء. العباد اللي تحب تضرب مصداقية الشخص اللي قدامكم نقول لهم بالتونسي يبطى شوي برا، لوجوا على التاريخ من اللي تولد، كان تلقاو حاجة مخالفة للقانون حاجة، أنا أستقيل من الموقع هذا، لأنه النزاهة اللي أنا جاي باش نكرسها في البلاد ومكافحة الفساد اللي جاي باش يكرسها في البلاد كرستها كي شديت وزير مالية. أنا أول من دخل الشفافية في وزارة المالية وخلقت لجنة تعمل
من أجل دخلت فيها المجتمع المدني. رجاء عدم المقاطعة. دخلت لا دخلت المجتمع المدني أي واتش وغيره اللي الرجاء عدم المقاطعة. سيأتي دوركم سيأتي دوركم لا تقاطعوا. أنا نحكي عن اللي اتهمني. أنا نحكي عن اللي اتهمني. الرجاء ملازمة أماكننا. سيد النائب سيد الجزيري فضل. أنا نعاود نفسر نعاود نقول اللي يحب يشكك في مصداقية وأنا زاهد شخصي نقول له يزمك واللي يتصور روحه في هذا يحب يشكك في نزاهتي ومصداقية هذاك جوابي لي. ما حكيتش على نواب الشعب. ما حكيتش على نواب الشعب. ما حكيتش على نواب الشعب. لا لا أنا لا الشعب. لا لا واللي يحس روحه في الموقع هذايا يتحمل مسؤوليته. رجال هدوء. اخر حاجه هذا النواب بصل 130 و131. اخر حاجه نحب نقولها في المجال هذا قلت قرار طوعيا قبل ما يقولوا القانون. قرار طوعيا وقبل ما يقولوا القانون صراحه باش نتخلى على المساهمات هذه اللي رفع كل الشبهات ورفع كل الملابسات. واخر حاجه بالنسبه للصفقه اللي قالوا صفقه وتعطات وتنغار انا ديما نعاود نقول انه انا نهار قبل نهار 20 جانفي عمري ما كنت نتصور لان عملت انتخابات وخسرتها انه باش يكون في البقعه والصفقه هذه من قبل ومعها دايما لانه التشكيك مش في شخص لانه التشكيك في الصفقات العموميه برمتها والتشكيك في الهيئه العليا للطلب العمومي. انا اذن باش يصير تدقيق في هالصفقه هذه لانه يستاهل معناتها ساعات نعطيه كلام ماناش مقدرين معناتها كاينه هيئه الطلب العمومي هكا كلمها وزير تقول له هيا باش ناخذ باش ناخذ بخاطرك ولا واحد ما نعرفوش الدوله التونسيه وما نعرفوش هيئه الطلب العمومي.